السلام عليكم. صحيفة: الولايات المتحدة تحرك حاملات طائرات إلى تايوان بسبب زيارة بوليسي المحتملة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفادت صحيفة نيكي آسيا بأن الولايات المتحدة تنشر طائرات وحاملات طائرات بالقرب من تايوان بالعلاقة مع احتمال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بوليسي للجزيرة. وكانت وسائل الإعلام التايوانية في وقت سابق قد توقعت أن تصل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بوليسي إلى تايوان مساء يوم الثلاثاء الماضي، في حين أن الصين ردت بالقول إن الزيارة ستكون لها عواقب وخيمة، وأن بكين ستتخذ إجراءات حازمة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها. وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق أن بوليسي ستزور اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة خلال الجولة الأسيوية، وتوقعت أن تزور تايوان. ورفضت رئيسة مجلس النواب الأمريكي التعليق على الرحلات التي ستقوم بها مشيرة إلى مخاوف أمنية، في حين صرحت قبل ذلك بأنها ستزور سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان مع وفد من الكونغرس، ولم ترد أنباء عن زيارتها إلى تايوان. وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي الأسبوع الماضي بأن الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بوليسي تايوان، وستتخذ إجراءات حاسمة لصد التدخل الخارجي. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.